أنيس زويبي. تونس بلد ثروات، ولكن الثروات اللي نقولوا ديما ماهيش موجوده في البلاد هذيا. وشعب تونسي يحب الخدمه صحيح كذلك، ديما الموارد ديما الفلوس هي اللي يفقدها. فالثروات نتاعنا الباطنيه والثروات نتاعنا الموجوده بارتو لو كان نستغلوها نجمو نستثمروا الاستثمار المحلي، ما نحتاجوش للاستثمار الاجنبي لو انه نشجع عليه. لكن الاساس هو الاستثمار الداخلي والاستثمار المحلي لان نبنيو اقتصاد سوليد. فاحنا نقولوا انا ما نعطيك صوتي كان إلا ما تحين مجال الطاقة، إلا ما نفهموا ثرواتنا وين ثرواتنا كيفاش نصرفوها، وشكون العقود اللي شكون يستعمل في العقود النفطية، شكون الموارد بتاعنا كل لازم نعرفوها ونتبعوها. ومن حقي أني نعرف ثروات بلادي وين ماشي. اثنين، انا ما نعطي صوتي كان ما نعطيك صوتي كان لما نحقق تنمية عادلة بين الجهات.